السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون رافع معكم جيس براكم لاح. أنا الحمد لله. دونك هادي الجينيريك تاع لي فيديو اللي نديروهم للأخ منار سليمي. الأخ منار سليمي رجع لينا فيديو نشكروه. تسمى نعطيو لك برك هذا سي جينيريك تاع لي فيديو اللي نديرهم لك. تسمى دوكا شاك فوا تشوف هاد الجينيريك بدا هكذا تيق جبيلاتي ولي ولا تي ولي ولا عرف بلي عليك هكذايا. حنا نديرو معاك نديرو معاك فيديوهات هكذا ضحك تسليه وسياسه نعلمولك تاريخ نعلمولك شويه التاريخ اللي ما تعرفوش. تكلم برك يعني درت فيديو للبارح وقيلا هنايا سي منار سليمي حضرت عليا ودرت لي شروط باش زعما دير معايا مناظرة. مكاش مشكل نسمعو واش كنت تقول. خلال بعض الفيديوهات وهنا بالمناسبة كاين البعض اللي كيقول لك نديرو مقابلة. واحد الأخ جزائري كيقول لك ندير اللي كيقول لك نديرو خلال بعض الفيديوهات وهنا بالمناسبة كاين البعض اللي كيقول لك نديرو مقابلة. واحد الأخ جزائري كيقول لك ندير مقابلة. أنا أولا تقابلت مع مجموعة ديال الجزائريين في الإعلام. غندير معاك مقابلة بشرط وهي لما تولي كطالب بالدولة المدنية ماشي تكون كدافع عن الجنرالات. أنا أعرف العديد من المعارضين الجزائريين أعرفهم جيدا. ربما كان عندي لقاءات مع بعض منهم في واحد المرحلة في لقاءات كنهضر على لقاءات إعلامية قبل أن يكون الحراك وغيره. ولكن أنت تدافع عن الجنرالات وتطلب أن يكون لقاء. إذا تلقينا يوما في الإعلام في قناة إعلامية ستعرفني وسأعرفك وسيكون نقاش بالحجج. أما أنت تقول تدافع عن الجنرالات، هل هناك من يدافع على من قتل 200,000 و50,000 لازالت مختفية تدافع عنه؟ فكيف يمكن أن تتحول؟ كيفاش يمكن تتحول؟ قل ما تشاء. ونذكرك هنا تتحدث عن 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 جامعة مرة كتقول مدرسة مرة. الجامعة التي أنتمي إليها جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تأسست في 1957 بمعنى قبل ما تكون الجزائر. ويمكن لك تجي شي وقت وتشوفها مزيان وتقارن. هذا جواب بدون شتم وبدون تحدثتي انت واحد الجزائريه لما تحدثت انا على واحد الحلوه ديال اللوز. راه ما كنهضرش على غريبه. نتوما ما كتنطقوش حتى غريبه مزيان. ما كنتحدثش على غريبه. غريبه هذا راه تاريخ. غريبه راه واحد النوع من الحلويات المغربيه اللي عندها تاريخ. والله العظيم شوف والله العظيم يا خويا سليمي غير تعجبني غير تعرف نضحك معاك يعني تي لو برومي اللي ندير معاه السياسه هكذا ونضحك يعني سياسه بالضحك تحلو انت بيان غريبيه. كيفاش عندك يونيفرسيتي نتايا من 1957 قبل ما تخلق الجزائر باش تدي تهضر لنا على الغريبيه؟ انكرويابل. وتاكلين عليك المخزن نتايا دير حاجه بالاعلام وكومينيكاسيون وكذا تهضرنا على الغريبية واللوز تاريخ المغربية غريبية تاريخ يا سليمي سوايون سيريو أو سوايون سيريو. هذيك الغريبية حنا عندنا في قسنطينة الغريبية واش بيك تاع قسنطينة تهضر نتاع الغريبية تحير. تقول لي أنا ندير معك مناظرة لو كان طالب الدولة المدنية سالاريا دافوار
تحامي الجنرالات اللي قتلوا 250,000. ليكم بعد نجيك ليها في الفيديو الجاي ان شاء الله نكلموا على الجنرالات باسكو مازال نجاوب لك على واش كنت تهضر من قبل هكذا يا باش يعني نعلمك التاريخ شويه باك تعرف ولا جاهل ما على باليش اسكو تعرف وتعمل ولا جاهل في زوج غراف اذا كنت تعرف وما تهضرش الحقائق تما راك تكذب وغراف يعني بور واحد يدير هكذا الاعلام واذا كان ما تعرف جاهل يعني هاد هاد الجامعه هادي تاع 57 ما قراتك والو هنايا استطير انت ما تعرفش تهضر برك هكذا يا جد الراجل معليش تكلم في الجزائر ماشي بروبليم بصح كي تتكلم لازم تكون موضوعي وتكون عندك كما يقول لك شواهد ودلائل على واش راك تهضر انا نقدر نجي نهضر لك هكذا تلقائيا بصح انا جو بريفير نوريك بلي ما نجيبش من عندي زعما نعطيك بلي زارشيف هكذا باش تعرف ومع كنت قبل ما نكمل الفيديو ان شاء الله مع لافا نقول لك شنو هما الشروط تاعي انايا انا ما عندي حتى شروط بصح نقول لكم ميم شروط هكذا لو كان نحب ندير عليك شروط باش نهضر معاك لان في الاعلام ما ديرش شروط لواحد باش تهضر معاه انت اللي حبيت تهرب برك بصح انا معليش با بروبليم تكون تلاقاو في القنوات الاعلاميه انا ما نتلاقى في حتى قناه انا ما نهضر في حتى قناه خارج الحدود الجزائريه نهضر في القنوات الجزائريه لو كان يعيطوا لي قنوات الجزائريه نهضر هكذايا وماشي كاع القنوات هكذا باش نتحدو مليح هكذا واحد ما يمبوزي عليا الراي ديالو باش نتفاهمو مليح انا عندي راي نقولو هنا ولا في القنوات الجزائرية ولا مي القنوات الأجنبية هادي ما تهمنيش انا باسكو يهمني الشعب الجزائري مانيش حاب ندير الاسم زعما محلل سياسي في قناة شيبا انا ما نعرف كيما نتوما تروحو تجول في رونز 24 كيما الجزائريين قالها كيما نتا يلعبوها معارضين هكذايا نوريلك نجاوبك هكذا مليح نحب هكذايا ندير فيديو ندير فيديو خير من نتلاقاو معليش باسكو هكذايا باش يقدروا المشاهدين يسمعوا ويشوفوا البطايق وكذا بعقل نوجدهم نعطيهم لهم هكذا باش انت ما كاش من تعرب انا نجيك على واحد القضيه شوف نجيك على فيديو يعني قبل هاد الاخيره هاي تاع الغريبيه هادي يا سي سليمي يا خونا سليمي تا قلت لنا اخي الجزائري انا نقول لك انا اخي سليمي ماشي مشكل هكذايا شوف نوري لك وشكون تهضر على العلاقات بين اسبانيا والجزائر هل من جهلك ولا تكذب تعرف وتعمد سي اونكور بلي غراف ميناء مليليا هنا ربما الذين يقولون هذا الكلام مفاوضات مع إسبانيا في الجزائر خرجت بعض القصصات بعض الأخبار التي تقول بأن الجنرالات بدأوا في مفاوضات مع إسبانيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتم الربط بين الموانئ بعض الموانئ الجزائرية مع ميناء مليليا هنا ربما الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون أولا إسبانيا جيدا ولا يعرفون المغرب جيدا إسبانيا الرسمية لم تتحدث في هذا المجال لا يعرفون بأن إسبانيا أولا لا تثق في الجزائر ولا يمكن للجزائر أن تكون شريكا لإسبانيا لأنه إسبانيا تعرف جيدا في كتاباتها بأن الجزائر ليست دولة حتى في المرحلة ديال فرانكو في المرحلة ديال فرانكو لما كانت الجزائر لما كانت إسبانيا كان فيها نظام عسكري لم تكن تتعامل مع الجزائر إسبانيا تعرف هذه الأمور جيدا هناك بعض الأمور الاقتصادية موجودة ولكن ليست بمعنى ما كاينش ماشي هي المخاطب الأول ما كتقلبش على التعاون معها ثم لا تعرف جيدا بأن المغرب لديه الأوراق وإسبانيا لا يمكن أن تغامر بهذه العملية لا يمكن أن تغامر بهذه العملية ثم نمشيو بعيد هذه النقطة الذين يقولون نفترض ناخذ واحد الفرضية نفترض أن إسبانيا قبلات إوا دابا هذا التناقض أنتم كتقرروا الناس المقرة المدرسية ديالكم في الجزائر والجنرالات في الخطاب وبقادو وقبل منه العمام راه كيقول لك حنا ضد الفكره ديال الاحتلال وراه اسبانيا تحتل مليليا
انتم هنا. اسبانيا تحتلوا ميليليا، ما اعترفت بها هادي، ما تكلمتش عليها. واحد يعترف بلي بلادو محتله ما يقول والو، وتقول اسبانيا عندها الوثائق وما تقدرش تتجرع باش دير هاد الشيء مع الجزائر، يعني رولي لي بور دو ميليليا الغزوات، ما تقدرش باسكو نتوما مغرب عندكم الوثائق. شوف هاد قبل ما نجاوب لك على فرانكو واسبانيا، قلت بلي اسبانيا ما تعترفش بينا كدولة على بها ما تتعاملش معنا. لا لا ماشي هذه القضية، دوك نعطيك درس في التاريخ باش تكون على بالك علاش حنا ما نتفاهموش مع اسبانيا وما كناش نتفاهموا مع فرانكو. خلايا دوك نفهمك، بصح نجاوب لك على هذه اللي قلت اسبانيا عندها الاوراق، المغرب عندها الاوراق، واسبانيا ما تقدرش تدير عفسها كيما هذه. تسمى لي اسبانيا لي با سوفران في ميليليا وسبتة، يعني اسبانيا ما عندهاش سيادة في ميليليا وسبتة باش تاخذ موقف مع الجزائر ويديروا رابط بحري بين ميليليا وسبتة والميناء الميناء الجزائري تاع غزوات ولا واحد اخر. داك تقول هكذا نو صح، دوك نوري لك هذه هنا وهنا برك كلكو جور عندها. نهضروا على السيادة هنايا، هكذايا تقول اسبانيا ما عندهاش سيادة بدون المغرب، لأن المغرب عنده الأوراق. شوف Madrid demande des explications au Maroc après des propos sur Sebta et Melilla. Des propos, برك. هضرت برك. العثماني. اسمع واش صار. باش تعرف السيادة وشنو هي. يقول لك الإسبان a convoqué en urgence lundi l'ambassadrice du Maroc à Madrid. Après les déclarations du premier ministre marocain sur Sebta et Melilla, deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc. Dans les propos tenus samedi à la chaîne saoudienne Sharq, le chef du gouvernement marocain, Fikanet Saoudia, ou Ekul Khlat, Raman al-Imad, Saoudia, Israël, Tzman Kadron Hadro, Sebta et Melilla, Ntouma Balak, l'Othmani, les signes à Sahyon, ou Amel Ikhwan les Muslimin. هكذايا وحزب اسلامي سينيا مع الصهيون اللي داو القدس وداو فلسطين ويقتلوا الشعب الفلسطيني. لا علينا. لو مينيستير اسبانيول دي زافير اترونجير ايميدياتمون ايميدياتمون سريعا سريعا يجري ارواح ارواح انفوكي كونفوكي لومباسادريس دو ماروك مدريد كريمه بن عايش. لاسباني اتون de tous ses partenaires le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et elle a demandé à l'ambassadrice des explications sur les déclarations du Premier ministre marocain, a indiqué le ministère espagnol dans un communiqué publié à la suite de l'entretien. Les explications. هادي هضر برك هضر مسكين قال كلمة عشرة في دلي مايا. شوف القيمة اللي عندكم مع اسبانيا دوم. لي في دو ميليا اي سبتا سون سو سوفرانتي اسبانيول دوبوي لو 16ام اي لو 18ام اي لو 17ام سيكل ريسبكتيفمون. ايل سون لي سول فيستيج دي تيريتوار افريكان انسيانمون كونترولي بار لاسبانيا. علاش درت لك تي قشبيلة تيولي ولا باسكو الغنية هاديك يا اخي تاع تي قشبيلة كيحوزو من اشبيليا. هكذا قعدتو غير تغنو تيولي ولا عمركم ما وليتو، ميم با في ارضكم، ارضكم ما ديتوهاش. انا شكون قاعد ولي الاندلسيه، الارض ديالك اللي داوها مور تي قشبيله كيغناو تي قشبيله، مازال ما ريكيبيريتوش تي قشبلبل، بلبل 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 بلبل. الوغ لا كونتروفيرس سوفيان ان مومون ديليكا دون لي غولاسيون اونتخ لي دو بيي، اون بارتيكولييي سور لا كيستيون دو سارا اوكسيدونتال، هاك تشوف. Ancienne colonie espagnole, territoire peu peuplé, contrôlé aux trois quarts par Rabat, mais revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario. Le renouveau de tensions entre les deux parties dans cette zone et la récente reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur ce territoire ont relancé les désaccords sur cette question entre Rabat et Madrid. Le gouvernement espagnol demande pour sa part le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU qui considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome et prévoit la tenue d'un référendum d'autodétermination. Monsieur Slimé. فهمت؟ غادي ماشي معاكم في القضية الصحراوية وعيطوا للامباسادريس تاعكم
حل عينك اون دوموند دي زيكسبليكاسيون وبالك ما تقدروش لا سوفرانتي. وانت اليوم تجي تقول لنا تسمى تقول للمغاربه سي نورمال نفهمك تحامي على بلادك سي نورمال بصح حامي على بلادك بصح عارف باللي كاين رافع يجي ريبوندي لك حامي على بلادك بلا ما تسب الجزائر جنرال قتلوا 250,000 وكذا الهضره تاع سويديه تاع الزيطوط وتاع الاسلاميين اللي كان ماشي جنرالات كانوا يحكمكم كاع البلاد تاعكم دي نقولوا لها في الفيديو الجاي ان شاء الله بالثبات استادير انتم ما عندكمش سياده روح قعد هنا لي اكسبليكاسيون واش هضر بريمير مينيست تاعك صمت هضر والو خو هذا هضر بقى نحلوا الملفات تمت مع طاوتها تربح و سي با دون طون انتيري تحل الملف باسكو الصحه الغربيه هما راهم عرضوا ديال الميناسون تاع الصحه الغربيه والريفيراندوم الاستفتاء اللي نتوما ما حبيتوش ديروه سينيتو عليه في 91 ما حبيتوش ديروه حدنا اليوم هكذا خويا سليمي دوك نجيك على الاسبان وفرانكو الجيري هكذا نعطولك شويه باش تفهم باش الناس تفهم بلي تكذب عليهم بلي هاد الجامعه هاديه تاع 1957 خرجت واحد كيما نتايا سي كراف الا تقول لي ما نعرفش تما الجامعه هي انا واذا كانت تقول لي نعرف نقول لك مال الجامعه خرجت كذابين علموكم كيفاش تكذبوا شوف ريفيستا دي ستوديوس انترناسيونال ميديترانيو اوكي استوديوس دي كال لا بوليتيك ات استرانخيرا اسبانيول هكذايا هذا سي وريهولك سيون اسبانيول تما هادو سي لي اسبانيول هما اللي داروها Estudios de caso de la política exterior española hacia el mundo árabe y musulmán Argelia. Laurence Thieu, Aridaya, Almudena, Jordan. Si fahem kbark, adib spagnolia, puedo hablar contigo en español, no problema para mí, pero la gente no se entiende en español, entonces. En este caso hablamos en francés, si usted entiende francés, ¿ok? Bueno, escúchame bien. Te van a esmanibler. Yo no te de tu francés, tu francés, le menor. Le médecin, je te confirme que me dis, parce que. Étude cas de la politique étrangère espagnole envers le monde arabe et musulman, Algérie. Il croit que ce texte analyse la politique étrangère espagnole à l'égard de l'Algérie à travers des données collectées dans la base de données sur la politique étrangère. Un nouvel instrument d'analyse des relations extérieures espagnoles développé par le groupe d'études sur les sociétés arabes et les musulmans à l'université de Castilla-La Mancha. D'après les données, il est clair que les intérêts énergétiques ont dominé l'agenda bilatéral. L'analyse des différents indicateurs montrent également que les questions de nature plus politiques, comme le conflit au Sahara occidental ou l'émergence de l'islam politique, ont eu une moindre présence que d'autres questions, comme l'immigration ou la lutte contre le terrorisme. Les relations entre l'Espagne et l'Algérie de la période franquiste à la démocratie. Il croit que sous le régime de Franco, les relations entre l'Espagne et l'Algérie étaient plus conflictuelles, c'est-à-dire maintenant moche, qu'amicales. Dans un premier temps, la politique espagnole a été construite en réaction aux positions adoptées par la France dans sa politique de décolonisation en Afrique du Nord. Par rapport aux Français, les Canadiens ont colonisé l'Afrique du Nord. Le Canada a donc des frictions entre les Français ou l'Espagne et l'Algérie pour la guerre. L'aide apportée par le gouvernement espagnol au Front de Libération Nationale, FLN, pendant les premières années de la guerre de libération nationale, répondait en partie à la nécessité d'obtenir le soutien du monde arabe pour normaliser sa présence dans les forums internationaux. Mais, il collecte ma, le Aoulou Nafouk al-Harb, parce qu'on a un homme, il y a un homme qui m'a dit, il y a un pays arabe, les forums. هكذا يا في الفيلم كما يقولوا في الاجتماعات الدوليه وكذا باش الاسبان تكون عندها ان بون ابوي فرونكو مع لي بي عرب باش يسوتنيوها زعما شايف كيفاش سي بور سا كو كان يعاون لافان باش تكون عنده بلا فلان يدخل عند لي بي عرب مي الا ايتي يوتيليزي ايغالمون كوم انسترومون دو بريسيون كونتر لا فرانس ريفال تراديسيونيل او ماروك اي ان افريك دو نورد ويست سيت بوزيسيون ا شانجي ابري لاندبوندونس دو بروتيكتورا فرانكو اسبانيول
تما كي خرجوا فرنسا من مروك ان بروتيكتورا كيعاودوا خرجوا دي ماروك اي لو ديبي دي زافرونتمون اسبانو ماروكان ايفني او سارا اوكسيدونتال تما كي بداو الكونفلي بين المروك و اسبانيا الصحراء وبدات فرنسا مع طلقوا لا كولونيزاسيون لي فرونسي هكذا عاودوا داروا على الجزائر Une fois l'indépendance acquise en 1962, l'Espagne a reconnu diplomatiquement l'État algérien et a nommé un ambassadeur auprès du nouvel État maghrébin. C'est-à-dire, d'être obligé de faire bouger les deux là, on m'a dit que l'État est l'ambassadeur. Ok? C'est maintenant, on a dit que vous êtes, on m'a dit que vous êtes au départ. C'est ce que vous êtes, chef. تكذب ولا ما على بالكش الله يعلم هكذا قلنا في الفيديو بروجان قلنا كنت على بالي وما حبيتش نقول لكم كذبت عليكم ولا ما على باليش إلا كنت ما على باليش كارثة كبيرة واحد منار سليم يا صاحبي فرنسا 24 والدنيا والإعلام وتهضر مع الناس إلا كان يحوسوا الدولة مدنية وتبيع غالي وأنت شوف ورينا أنا ما نقول لك وريني برك أنا قال ما تنجمش نفيك أنا عمري ما شفت واحد في اليوتيوب ولا أوكي نقول لك بون L'établissement de relations bilatérales n'a pas empêché la prolifération de raisons de divergence entre deux pays idéologiquement antagonistes et avec des positions divergentes. Dans le système international, l'Espagne franquiste perçoit l'Algérie à travers le prisme. Chouf l'Espagne ta franco qui veut que le chouf le Jazair, ben mais si je vous n'imagine pas là, je vais chouf non. Il colle que l'Espagne franquiste perçoit l'Algérie à travers le prisme de son anticommunisme. Au moins l'Espagne anticommuniste. دايرين احنا كومونيست باسكو حنا مالين للروس ابري 62 هكذا تسمى حنا بوريس حدينا اليوم ستادير هما لي زاليت على صحاح تسمى هو بور لي فرانكو حنا هوني دي كومونيست تسمى بارابور سا حنا ما نتعاملش مع الجيري هذه وحده هكذا انتي كومونيست اي سو ميفي دو سا بوليتيك اترونجير قلت يخاف من السياسه الخارجيه تاع الجزائر وشنو هي السياسه الخارجيه تاع الجزائر تري ناسيوناليست وطنيين axé sur la préservation de la souveraineté nationale. Hna, siyada la watania, kash ghadra. Tsma kifash? Et l'intégrité territoriale du nouvel état. L'intégrité territoriale tana, ma kash limza. Tsma taslimi. Hna bien faire comme ils savent chez nous parce que rijal hnaya. Ma nhbouch kima ntouma yhitlou l'ambassadeur yqoul chtouch. Mchi ndkhol. Dégage. Nhbi les explications tout de suite à l'aspect omnilia. Fahm? Ou skouta? سكوت لا حنا بالهم باللي هو قال لكم يا سليمي تقلبي لا هاتي ولي ولا تقلبي لا هاتي ولي ولا شاب غادي نعاودها لك راه بيرسوا لالجيري اترافير لو بريزم دو انتي كوميونيست اي سو ميفي سا بوليتيك اترونجير تري ناسيوناليست اكسي سور لا بريزيرفاسيون دو لا سوفرينتي ناسيونال اي لانتيغريتي تيريتوريال دو نوفيل ايتا Le soutien de l'Algérie au mouvement de libération nationale, au mouvement de libération nationale, c'est que nous avons un comme le jamaat, Algérie au mouvement de libération nationale était une source récurrente de friction dans les relais bilatérales. Le soutien apporté depuis les années 60, Bamleh, le mouvement pour l'autodétermination de l'indépendance de l'archipel des Canaries, et le soutien apporté au Front Polisario pendant le processus de décolonisation du Sahara occidental. Le mouvement indépendantiste des Canaries. نورمالمون نتوما تسوتنيو نافع نتوما كنتو ساكتين على 100 كيلومتر من بلادكم جايين في لوسيون ماشي تاع اسبانيا جاو داوها دراع تيخ جبيله تيولي ولا فهمت ما وليتوش شايف هادوك لاشيبان تاع كاناريس حنا كنا نعاونو فيهم باش يحاربو ارضهم دوك نجي نحكي لك بيان ايستوار هكذا بان كنتو ساكتين وكنا ضد اسبانيا في البوليزاريو قبل ما تحبو الدوها نتوما نتوما سينيتو مع اسبانيا وموريتانيا باش تقسموها بينكم بين موريتانيا واسبانيا هكذا حبيبي جيك تاريخ بلاك نجيك ستادير حنا كنا ديجا مع البوليزاريو قبل ما يخرجوا اسبانيول فهمت ونضربوا لكم على ارضكم اللي قريبه لكم اللي هي كانارياس باش نستقلوا الشعوب المستعمره بصح انتم لا سبيل لي من تنادي كي جو الرجال يريكوبيريو الاراضي جو انتم تقولوا تاعنا
تاريخيا تاعنا، تسمحوا في الاراضي تاعكم ونهار يجوا الرجال اللي بيريهم تقولوا ديالنا. قالهم مونديلا انا الجيريا في دو موا نو، علمتني نكون راجل. انا هذا واش راني ندير معاك سليمي؟ هذا واش راني ندير معاك؟ ماني نسبك، ماني نعلمك تكون راجل. اش بيك هضره بالحقوق بلا تاع صح؟ حنا ما دينا لك والو. بوليزاريو كنا معاهم كي كانوا اسبانيول. اوكي؟ Provoquer des tensions répétées au cours de la DCA. Alors, soutien apporté au Front Polisario pendant le processus de décolonisation du Sahara occidental ont provoqué des tensions répétées au cours de la décennie des années 70. La détérioration des relations bilatérales a atteint son paroxysme en 1977 avec la rupture des relations diplomatiques. Kupinamam. Kadoula. Ah, ici, Slimia. شتيباش تبهت لروحك؟ تجي تحكي لدراري صغار مساكن ما يعرفوش، وحاسب روحك كرون جورناليست وتعرف التاريخ وطايح الجزائر، جنرالات جنرالات، والجزائر ماشي دولة، تسب فينا تسمى تشتمنا، الجزائر ماشي دولة، الجزائر كدا، وتقولنا حنا ما نشتمكمش، كيفاش ماك تشتم فينا؟ ماتوا ليها مليون الشهيد باش تقولي انت ماشي دولة، سبحان الله، عيب عيب عيب، يلزمك تكون كي تكون إعلامي ما تهدرش بالحقد. شوف انا ما نهضرش معاك بالحقد، انا نهضر معاك بالتاريخ، التاريخ ما نهضرش معاك بالحقد ولا نسب المروك هكذا غراتويتمون ولا وما نسبش المروك باسكو المروك خاوتنا الشعب، يا با دو بروبليم، نسب هاد السياسه تاعكم هاد الملك تاعكم اللي تركعوا له وي، ومام با ما نسبوش، نعطيكم حقائق، نعطيكم حقائق، نوريك بالحقائق، تيوا. وتقول انا ما نشتمش، او انت اش 24 وانت تشتم، على جيت نجاوبك انايا؟ باسكو سمعتك عندي بزاف وانا نسمع فيك، والجهل ديالك، ونسمعك تعيط بطاطي وبطاطا، والجزائر ماشي دولة وما تعرفوش بها اسبانيا ومش بيك، سافا با نو، شوف اقرا التاريخ، اسبانيول هادو هكذا، اه. Le conflit au Sahara occidental déclenché après le retrait espagnol du territoire en 1976 a été un élément d'ingérence permanente dans le développement des relations hispano-maghrébines et a rendu difficile la consolidation des relations entre l'Espagne et l'Algérie. La recherche d'un équilibre dans les relations avec l'Algérie et le Maroc a été un objectif difficile à atteindre en raison de la confrontation entre les deux pays, dans un différent où la position espagnole a été conditionnée par la nécessité de préserver ses bonnes relations avec Rabat vitale. Pour la défense de leurs intérêts. En clave territoriale, c'est peut-être les liens, intérêts économiques en matière de pêche, intérêts ou d'amener les. C'est qui va oh, mais dis-je que les relations à l'énergie, il y a le gaz, il y a le gaz. L'Espagne, c'est nous qui leur donnons le gaz. D'ailleurs, je vais dire que le kit va dire que c'est un peu de temps. Il y a des gens qui ont un cadeau là. Mais je vais dire que c'est un peu de temps. D'ailleurs, c'est nous qui le disons. Sauf. ماشي غير كاناريا صح؟ هكذايا ماشي غير كاناريا دوك نجيك La résolution du litige sur le prix des approvisionnements en gaz naturel liquéfié en 85 n'a pas empêché l'émergence d'autres éléments de friction dans les relations bilatérales liées à la présence des membres de l'ETA, l'EPA, hakdaya le basque, en Algérie et au risque que le territoire algérien devienne un nouveau sanctuaire pour l'organisation terroriste. Dans les années 80, le soutien apporté par l'État algérien aux dirigeants de l'ETA répondait à la volonté de maintenir des instruments de pression actifs contre l'Espagne et ainsi fournir un contrepoids aux relations étroites que l'Espagne entretenait avec son voisin rival. Les relations, les Boudir ou l'Espagne, avec le Maroc, d'ailleurs. وعلى سبتهم ليليا اللي حبوا حبينا حنا نحروهم كنا نعاونوا في لوتيا فهمت باش يحروا الباسك نديروا لهم شونطاج على المروك على سبتهم ليليا الاراضي ديالكم حاكمين عليهم بريسيون ولي غولاسيون اللي عندهم معكم تاع استعمار ديالكم سبتهم ليليا حنا كنا نضربوا على ارضكم جبنا لوتيا عندنا وجبنا الموفمون انديبوندونديست تاع لي كاناري وانتوما قاعدين راكدين باسكم يعرف تعرفوش بكم بلي الدولة انتم على بالهم بلي مالك حاكم كاع البلاد راك شايف انتم اللي ما تعرفوش بكم كدولة الو ainsi fournir un contrepoids aux relations étroites entre l'Espagne entretenue avec son voisin rival le Maroc tout en temps pour dissuader l'Espagne d'accueillir des membres de l'opposition au régime algérien مروك كانوا يقولوا الاسبان لازم يحكموا لي زوبوزون الجزائري عندهم هكذا كون بن بالله certains événements spécifiques
ont généré de fortes tensions entre les deux pays, comme la mort de Domingo Iturbi Abasolo Chomine, à qui l'Algérie avait donné l'asile en 1986 et qui est venu montrer que l'activité politique était maintenue à partir de là. C'est-à-dire, Hadam al-Fitzer Abasolo, ma taxe de voiture, il prend la كان عايش في الجزائر اوكي تاع لوتيا استاذي احنا كنا معاهم ند بند رجال كاش اللعب انتوا مرتبطين داركم ايماجيني احنا لو كازا ما داونا موجود على الارض ما تقعدش انت اسبانيا تحرق واش بيه يا سليمي حنايا علمك تكون راجل هذا ما كامل ايش اسم فيك انه ولي راجل يا صاحبي تقعد هكذا والمالي والجنرالات الجنرالات والغريبية والجنرالات والغريبية واللوز والكاوكا والفران اتقعد يعني من انت ايماجيني تلقى بيك في التلفزيون زعما يطرونجان يقول لك احكي لي على الغريبية انت تاع غريبية ما تاريخ ما تعرف والو انت والو طيب نهار كامل انت الجنرالات والطابلة هذيك ماشي مليحة وداروا لك تقرا تعلم والجنرالات الجنرالات تاخد رايي انا نعطيك يعني باش تكون عباك لا كومونيكاسيون سي تري امبورطون تسمى الهيئه تاع الانسان وكذا ربي شلام تقولك بزاف تقول داير الياكسا فهمتني باش ربي شويه شلام هكذا يا باسكو كتبان بزاف بيض هادي تسمى بيناتنا برك ديك نصيحه في الله هكذايا باش هما تولي باسكو هكذاك شغل راك تحف تدخل بالياكسا يا ولا هذاك القارص بالعسل اللي خدمو تشك تنحيها جليس تدخل قبل ما توري روحك جامي تولي تشبه البراد بيت قلت لك نضحكو ونقصرو سي سليم هكذا ما تزعفش والله نقصر معاك نشتيك بيا انا مادام بيا نتلاقى معاك نشرب معاك اتاي تعرف نضحكو نضحكو نقتلك بالضحك على روحك شوف نعطيك الموفمون تي بوندونديس تاع الكاناريات قالك شويه برك هنايا هذا جورنال لو موند Le mouvement pour l'indépendance des Canaries accuse la police d'avoir assassiné certains de ses militants. Dans le monde à l'époque. Antonio Cubillo, tu as connu Antonio Cubillo, il y a un mouvement qui est en Jazeera. D'ailleurs, secrétaire général du MPAIAC, Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries, a annoncé que son mouvement respecterait la trêve parce que le cardinal est ce que je dis. À l'occasion de cette trêve, M. Cubillo a réitéré la proposition en trois points qu'il avait adressée le 28 septembre 1976 au gouvernement espagnol pour éviter le recours à la violence. Que Madrid reconnaisse le fait colonial aux Canaries, qu'il reconnaisse le MPAIAC comme représentant légitime du peuple canarien. 3. Que des consultations soient engagées dans un pays africain pour établir un calendrier de décolonisation sous la surveillance et le contrôle de l'organisation de l'Union africaine. D'ailleurs, l'irritation de Madrid. M. Cubillo explique que le MPA est passé le 1er novembre dernier au stade de la propagande armée parce que la police espagnole avait assassiné des militants du mouvement. Depuis cette date et jusqu'au 16 mars, le mouvement a fait exploser 23 bombes de fabrication artisanale, dirigées essentiellement contre des services administratifs espagnols, de même souligne M. Cubillo. C'est parce que 27 de nos militants sont détenus et torturés depuis le 1er février qu'un autre, Juan Torres, a été assassiné le 25 mars, qu'il a donné l'ordre d'agir à partir du 27 mars. Les émissions de radio Canaries Libres qui émettent à partir d'Alger et les récents attentats ont irrité Madrid. Les autorités espagnoles ont fait de discrètes démarches tandis que certains journaux espagnols réclament une rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie. Si cette dernière continuait à donner son appui au mouvement de l'indépendance de Canaries, ces menaces ne semblent guère émouvoir M. Cubillo. Il fait remarquer, je vous dis que M. Cubillo, c'est même là, il fait remarquer qu'Alger a toujours soutenu les mouvements de libération, que l'Espagne est malvenue de faire des reproches à l'Algérie alors qu'elle a manqué à sa parole dans l'affaire du Sahara occidental et qu'elle ne peut ignorer que l'Algérie est pour elle un marché important. Fondé en 1961 sous le nom du mouvement d'autonomie basé à Alger, se fixe aujourd'hui comme objectif de faire de l'archipel canari une république socialiste africaine, indépendante et membre de l'OUA. L'archipel des Canaries, 1 300 000 habitants, est situé à 100 km des côtes du Maroc. Ses liens avec
l'ex-Sahara espagnol explique en partie le regain d'activité du mouvement indépendantiste NDLR. C'est-à-dire, حنايا كنا نحاموا على الشعوب المستعمرة من إسبانيا وانتم لحدنا اليوم مازالهم مستعمرينكم. وتجي تقول نتايا باللي حنا الجزائر ما يستعرفوش بينا كدولة. لا لا، انتم ما يستعرفوش بكم كدولة. وحنا الصحراء الغربية وكناريس نعاونوا في الستين. ومن بعد هذا الكوبيو مات في 2012 برك، مات في كناريس في تينيريفي. تيوا يا سي سليمي، كي تحب تهضر مع الناس سياسة وتهضر تاريخ، ما تجيش تدير على غاشي. ما تجيش تدير على غاشي باسكو نقابلك أنايا، فهمت؟ سقسي صاحبك زيطوط عليا يقول لك. يعرفني مليح هو باسكو صاحبك هذاك وماني معطوك لي زانفورماسيون. الورقة اللي تقرا فيها نشوفك تقرا في الورقة وتكذب ما تعرفش. قلت بن حديد قتلوه العسكر، بن حديد مازال حي. قلت بوبكر بن القايد قتلوه العسكر، وبوبكر بن القايد كان مع ضاري دي بروسيس الكتورال، كان في الجروب نتاع خالد الزار وتاع كاع وهارون كاع اللي داروا ضاري دي بروسيس الكتورال. بن القايد سي لان دي برومي لي دوموند ضاري دي بروسيس الكتورال، دوك ما يقتلوهش. تي فوا ما عندكش معلومات ديك طرش برك، تجي انا نشوفك تقرا في الورقه وتمد اسماوات هكذاك برك. تيوا شوف نوري لك باش تعرف كده. Je suis arrivé à Alger en octobre 63 comme réfugié politique après avoir posé le problème du colonialisme aux Canaries devant le FLN et avoir reçu l'autorisation de m'installer en Algérie en tant que représentant des révolutionnaires canaries. Le premier contact avec la révolution algérienne a eu lieu à Moscou. À mon départ en exil en juin 62, je m'y étais rendu pour assister au congrès de la paix présidé par Khrouchtchev. C'est précisément ce jour, le 5 juillet 62, que nous a été communiqué dans une atmosphère de fièvre et de joie à la naissance de la République algérienne démocratique et populaire. Nous avons applaudi 20 minutes durant, debout avec les délégués algériens représentant de l'une des plus grandes révolutions anticoloniales des temps modernes. La plus grande révolution anticoloniale des temps modernes. Akbar Thawara, ضد الاستعمار والاستعباد يا سي سليمي في العصر. كيفاش انت اليوم تجي تسبنا هكذا وتسب الجزائر وتقول لا لا مانيش مع الجزائريين، راني مع الجنرالات. راك تهضر على الجنرالات ياك، تهضر على الجزائر، واش بيك؟ واش بيك يا تيوا؟ Il va sans dire que les délégués algériens à Moscou m'ont invité à m'installer en Algérie car nous étions tous des Africains, à part entière. Et la glorieuse révolution algérienne était aussi une victoire pour tous les Africains qui combattaient le colonialisme. Après avoir entrepris des démarches et contacts administratifs, j'arrivais donc en octobre 63 à Alger. Dès le lendemain, je me suis présenté à l'université d'Alger pour un travail au département espagnol. Immédiatement, ce poste m'a été attribué. شوف في 63 حنا كي حكمنا كوبيو جبنا عندنا باش نحروا الاراضي الافريقيه اللي قدامكم على 100 كيلومتر، انتم صدمتوا علينا باش تدونا تندوفوا بالشهر. يا سي سليمي تضربوا غير في الظهر يا ولحقتوا في 2021 جبتوا لي استعمار حتى لعندكم صهيون اسرائيل دوغ تسمى هذا تاريخ تقولي ما كنقول لك معليش شوفوا دوكا 2021 واش درتوا ياكو جبتو الاستعمار الغاشم الصهيون ها بعتو لهم ارضكم وعرضكم ونساكم وولادكم وعقيدة تاعكم ودينكم وكلش وجيت تسب الجزائر نتايا كان سكت ما نهضرش معاك حبيت سيني معاهم سيني على روحك دير علاقة شغلك تبيع بلادك شغلك ماشي مشكل بصح ما تجيش دنا الجزائر ماشي نتايا تحبط سروالك وتجي تسب الجزائريين هذا ما كان سيتو هذا ما كان ريح في حوايجك هضر على بلادك روح دير العلاقات روح زور اسرائيل هكذا قعد مع الصهيون واللي جوزك في الاعلام تاعهم ايفنت كات هذاك ومنا وسكت على الجزائر مش تهضر على الجزائر بوليزاريو افارين فروها بوليزاريو ولي ناسيونز اوني الامم المتحده فهمت سيتو هذا ما كان ها واش طلبوا منك حنايا احبس ما تسب في الجزائر وتحكي في الحكايات هذوك تاعك اللي تشتم في الجزائر بلاد يستعرفوا بها العالم بلي دارت اكبر ثوره ضد
الاستعمار والاستعباد في العالم يا سي محمد. غير على هذه نعم تقدر لو تسكت، بس حتى ما حبيش تحشم، فهمت؟ ونقعد معك هكذا حتى نقطع لك النفس، ديرها مليح في بالك. عباك حنسكت لك، قلت زعما الشروط ومنها. أنا الشروط اللي نديرهم لك، نقول لك نهار تولوا رجال، ونهار تولوا تنحيوا العلاقات مع إسرائيل، ونهار ترجعوا سبتة ومليليا، هكذايا، ونهار تولوا جمهورية تاع الصح، باش يحكم فيكم ملك ترقعوا له، نقول لك ندير معك أنايا، ندير معك مناظرة. هكذا هذوما الشروط أنا تاعي. غاتنحيوا المار تاع الرخص هذاك. هنا نقول لك وين ندير معك مناظرة. أنا كان نقول لك شروط هكذايا. فيديو الجا نهضر لك على الجنرالات، نوري كيفاش سلكوكم الجنرالات نتوما المغاربة والملك ديالكم. هاو هذا يا أنطونيو كوبيو كي ضربوه في الجزائر، ضربوه بموش في الجزائر، باراليزاوه لالجيري 78. هاوليك هذا أنطونيو كوبيو، شوف معاه من راهو هنايا، على بالي دوك تموت نتايا. اه مع الموسطاش يا وليدي، سمعت سيادة هنايا مع كل الثوار بالبوليزاري وروح. تسمى التاريخ تاعنا حنا ما يسمحناش باش نمضيو مع الكولونياليزم. التاريخ تاعنا ما حنا الجزائر مبنية على هادي، هذا هو الساس تاع الجزائر، لونتي كولونياليزم. وعندنا ثورة العالم كاع في كما نقول في العصر هذايا، أكبر ثورة داروها في العصر هذا، معترف بها العالم، العدو السادي غير نتوما برك. ما نقدروش حنا، ما نقدروش نباطحوا، امبوسيبل. تسمى لو كان نباطحوا الروح تاعنا تخلص، تروح لالجيري، تروح مع الهواري خو بومدين سيجار وتحكي معاه. شوف الفيتنام، شكون سودنا الفيتنام؟ ماشي لالجيري. وكنا قاطعين العلاقات مع الامريكان، قطعنا معهم العلاقات داك الوقت في زاني 70. ايوي قطعنا العلاقات مع الامريكان اللي نتاي تقول قوة القوة بالقوة. علاش؟ على المبادئ تاعنا. مبادئ هذا سي محمد احنا ماتوا ليها رجال، ما تقدرش. انا وليد ثوار تاع صاح، ماشي يمشيش ماشي هضره. كي الحاج كي الشيخ الله يرحمه، فهمت؟ ما تجيش تحكي لي ليا الحكايات كيما هادو، ما نخليكش تجوز لا فونتيير هادي، نعطيك فهمت، والحلقه القديمه نزيد لك. باش تبهدلي لها هادي تاع اليوم فيديو، راني بهدلتك، راني وريتك بلي تكذب. شوف او عم سماوك مسيله مال كذاب، علاش تكذب؟ طايح الجزائر سينيت مع اسرائيل، الله يعاونك خو، عبر راسك سيني. انا حبيت كيما حبيت، بيع المروكي انا حبيت، ماشي شغلنا حنا، سي با نوت بروبليم. حنا نعسو حنا باسكو هادوك ديالنا من زمان الزمان، زمان الزمان حنا ديال معاهم هادوك، لان المبدا تاعنا ما يخليناش نديرو مع اسبانيا اللي تكون انت ما تعرفوش معنا دولة شربنا لهم الخل. هادي يقول لك تبهدله وي ولا لا، هادي تبهدله وي ولا لا. دوك ندير لك واحد الاغنيه تاع تقشبيله باش نكملوا الفيديو، وهاد البنية تاع تقشبيلة عاودو بدلوها هكذايا، ويقول لك هتبهدلة وي ولا لا. تبعها مليح، نعطيك هادي جينيريك. كل ما ندير لك فيديو نبدا لك تيولي ولا تيولي ولا، ألافا ندير لك هاد. تسمى شكون كل حصة فيها جينيريك، حنا هذا هما الجينيريك تاعنا أنا وياك سي سليمي، باش تكون في علمك. هاي هاك شوفها، وهذا اللي يغني، وهذا اللي يغني مغربي مسكين ما يشوفش، عما وشاف خير منك يا عما 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 وشاف خير منك. حس حس باللي في البلاد اللي راهو فيها ميزيريا كحلايا. تبعنا
والشيخ الفيلا ويولا شي بصيلا والشيخ الفيلا شي سكويلا شعتيلا وشي بالحيلا شي سميسلا والشيخ الفيلا وشي بصيلا شي سميسلا وشي سكويلا شعتيلا وشي بالحيلا شي سميسلا والحرامي ما ماتشي جبارو لا كلشي والهمامي ما يعيشي لا دارو في المرشي والحرامي ما ماتشي جبارو لا كلشي والهمامي لا دارو تبهديلا ويولا لا تبهديلا ويولا لا تبهديلا ويولا لا يا بهديلا 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 ويولا لا. وي ولا لا يا بهديلا وي ولا لا. يا سليبي خويا الشيخ سليمي ما يموتش الحرامي سليمي ما يموتش جاب خبارو في الكوتشي. تعرف والله العظيم غير شوف غير بكل احترام غير شوف نتقاعد بك دوك نوري لك باللي نتايا ما تعرف والو ونهضر معاك مانيش نهضر مع المغاربه ولا نهضر معاك انت سبيسيال. تبهدلا وي ولا لا بجي تبهدلا هذه تكتب هكذا خويا سليمي وتجي تحكي لنا على الغريبيه اللوز والكاوكاو وتهضر معايا بالدارجه والجنرالات وشنقريحة ماشي شنقريحة وتوفيق ماشي تسوفيق تهلا في روح خويا سليمي ما يموتش جاب خباره في الكوتشي هكذايا. السلام عليكم ورحمة الله.